السلام عليكم. شو بير دي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نتكلموا، ما غاديش نتكلموا بزاف على هاد الناس. كاين ناس لما يتكلموا في ليشان وكلش تاع اليوتيوب وكلش، تسيبهم طايحين على الجزائر، يعايروا الجزائر، يعايروا الدولة الجزائرية، تسيبهم ومن بعد تسيبهم يدافعوا على ماجر وعلى زاتشي ولا حداد. حداد فانيك راه حداد زاتشي راهم في الدولة. هذو الناس وين راهم؟ إلا تكره أنت الجزائر وتكره المسائل، تكره بوتفليقة، تكره فلان، تكره فلان، فانيك كره زاتشي وكره خاتش. علاه زاتشي؟ علاه باغيين زاتشي؟ علاه راكم باغيين ماجر؟ ماجر راه مستشار اتحادية الجزائرية، زاتشي راه رئيس اتحادية الجزائرية، حداد راه أنا ما ندافع عليهم. أنا بنبين لكم، بين لكم تبغوا غير الفساد الجزائر. واحد كيكون وطاكو في الحاج محمد راو راوا، دونك نبين لكم الكره تاعكم كل ما هو جزائري. تبغوا واحد يكون فاسد، تبغوا واحد ما يكون فاسد، واحد كيكون يخسر، واحد كيكون غبي في التسيير ويكون بهيم في التسيير، تبغوه. تبغوا نتوما اللي يكون غبي في التسيير، بصح ما تبغوش واحد يكون فايق في التسيير، يعرف يسير، يعرف. حنا شلنا واحد ما نجبدوش اسمه، ما خاطش ولينا نديرو الاشارات نجبدوه، واحد في قناه شلنا يجبد يعاير يعاير على راو راو، قال لهم راو راو ما دار والو، راو راو اش تادر، راو راو اش تادر، راو 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 قلع لك زوج خطرات، خسر المشروع تاع الهود وتاع قاطر الربيع العربي، خسروا لهم. راو راو جا كرجل اطفاء، راو راو ابن الدولة الجزائرية ومواطن صالح. لبعض الناس ما بغاوش هذا الكلام اللي رانا نهضروا فيه، بعض الناس ماشي باغينا نتكلموا هذا الكلام، بصح هذه حقيقة، وربي مع الحق، وربي ينصر الحق ما ينصرش الباطل. انتوما لكم تنتقدوا في الحاج محمد راو راو، انتقدوا كما تنتقدوا كاع الدولة. شناكم تعايروا الوزارة، تعايروا كاع، وتبغوا ماجر وتبغوا زاتشي وتبغوا حداد. حداد فانيك، انا مانيش ندافع عليه. انا الاول كونسيب نوخرهم، انا الاول كونسيب، هذو ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، انا الاول نوخرهم، وانا نقعد كونتر عليهم تتقوم هذه الدنيا. تال يوم القيامة أنا كونتر المشروع تاعهم، وكونتر البغض تاعهم، وكونتر الحسد تاعهم. أما لا، راني نكشف في هذا الإنسان اللي داير. أنا مغنى ما نتبعهم وما نتبع ما نتبعش. الناس في لي كومونتير شفتهم قالوا لي، الناس عيطوا لي، بصح ستيلا. أنت تكره جماعة وتبغي جماعة، تبغي جماعة يكونوا أغبياء، تبغي ناس أغبياء. إلا تكره كاع الدولة، تكره كاع الرجال تاع الدولة، كره معاهم هادو. هذا وين راه واحد راه مستشار اتحادية الجزائرية لكرة القدم، واحد راه رئيس، واحد راه نائب، واحد نائب النائب، أما لا كرههم. وتزيدوا تعايروا في رجل ناجح، تحاربوا نتوما الناجح، تحاربوش الفاشل، تحاربوا غير الناجح. نتوما ناس دايرينكم، احنا على بالنا ناس دايرينكم باش توسخوا الصورة تاع بعض الناجحين في الجزائر، اللي تسيبوه ناجح شناكم تقعدوا تتبعوا فيه، تي ماشي تطيحوه. هو يكره يوخر عليكم، هو يوخر عليكم بزاف. شعب الواحد شناهم ناجحين جبدوا، تروح الجامعة، جامعة تاع انجليز جبدوش اسمه، رئيس جامعة تاع انجليز هو الرسمي تاعها جزائري، جزائري، رئيس تاع جامعة، أكبر جامعة في العالم وأنجح جامعة في العالم تاع إنجليز، هو الرئيس تاعها، هو اللي يجيري فيها، أستاذ كبير فماك هو يجيريها. ماكم تروحوا في الطب جزائري، بصح علاه منكم أنتوما؟ من الناس هي تهرب، كاين اللي يحرك فوق جمل، كاين اللي يروح فوق جمل، كاين اللي يهود للسينيغال فوق جمل. منكم أنتوما؟ اتبعوا في واحد ناجح،
حاج محمد راه وراكم جيش وطني ويبغي ذي البلاد ويبغي الشعب الجزائري. الحاج محمد راه يبغي الشعب الجزائري، ما بغاش الشعب الجزائري يزيد الدم يسيل. مرتين واحد البري اللي ينقذوكم باش تهضروا، مرتين جنب الجزائر من ربيع العربي بمساعدة لاعبين جزائريين والتخطيط تاع الحاج محمد راوراوا. ونزيد نقول لك مين تقول باللي الحاج محمد راوراوا يتعامل مع مقاولين العرب، مقاولين العرب دونك نحكي لك واحد الحمار كي جات حاشاكم وحاشا قدركم وسمحوا لنا، خاطش هادو ناس بسببهم الناس يتحرك فوق الجمال، مش يتحرك هكا فوق البوطيات، بسبب هاد الناس يتحرك فوق الجمال، هم يهودوا دروك الناس يتهود السينيغال كرهت كاع دار كاع ريسالنا دارو، ما عاد كاع كيراكم ما عاد كاع كيخلونا نخمو صايك ريسالنا دارو. انا وعد الناس صايك دار مناقصة الحاج محمد راهو وكاع الشركات مناقصة مقاول العرب حطوا شحال يخدموا جابوا خدموا مناقصة برك يا واد الحمار، ماشي كيما زاتشي وماجر وجماعته راحوا لهنا الاوتيل في قسنطينة قال لهم مليار و600 مليون عطاوه 600 ومليار ضربوها في الجيب 200 مليون داروا له 200 مليون من الناس اللي تخدم كيفاش، وجا ماجر دا لي بريم تاعو دا الحصة تاعو وعاود ولا البرتغال يكمل الفاكونس تاعو مسكين ما ينجمش يخلي الفاكونس تاعو هكا، عندو فاكونس عندو وقت لازم يخدم بالوقت فهمت. وباش كون جا الحاج محمد راو راوا متفاهم مع المصاروة يا اللي تتكلموا تقولوا الحاج محمد راو راوا متفاهم مع المصاروة، على بالك بلي الحاج محمد راو راوا على بالك بلي هو اللي حطم حسني مبارك ولا ما بالكمش، على بالكم بلي عنتر يحيى بكراعو طيح العرش تاع حسني مبارك ولا ما على بالكش واحد البغل ويراه ذا ماجر روح جي ماجر كون تيحو ماش دو ماش باراج مع المصاروة نقولوا الماجر يذبحنا يدي يروح كمسؤول هو ويربحنا اللي راك تضرب عليه على زاتي ولا ما يربحوش هنا ليبيا ما يربحو مصر في مصر تهلا في روحك وعلى روحك شك تهدر الناس قاعد طاحت عليك على بالك بيها وعقرا لي كومونتير الناس قاعد طاحت عليك وهاد الجحش البري باش تعايرني ليخلك هنايا وزين تا هدرة وزين تا هدرة وزين تا هدرة غادي ما تنجمنيش وقادر نهدك غير بالمعاني نهدك وقادر نجيب لك فاني كلام واحد اخر بصح نحشمو من الشعب نحشمو من الناس لما يشاهدوا فينا نحترموا الناس لما يشاهدوا فينا اما لا احترم روحه واحترم الرجال اللي خدموا الجزائر. الحاج محمد راو راو خدم الجزائر ما طيحش لي هاك ما طيحش خشين طيح في الشوكه ولدي يجيبوا لك ديك الغنيه تاع دقداقه اختي ها مالك اختي ها ولا لي شيطان عرف روحك شاك تحتر. الحاج محمد راو راو الانجازات تاعو يتكلموا عليه على بالك بلي الحاج محمد راو راو باش نقول لك كلمه على بالك بلي راه مين يهضروا على قانون يقول لك هذا قانون تاع الحاج محمد راو راو على بالك راه ظاهره راه ظاهره في كره القدم راه حاجه ظاهره في كره القدم ما خاصوش انت غادي ما تغبنوش وانا راني نهضر عليه ستا بليزير برك خاطش عليه فرحنا نهضر عليه بليزير وراجل شخصيه محترم لازم احنا جزائريين اللي نحترموه ماشي نقارعوا للعرب ولي زوروبيا يحترموه قدامنا احنا جزائريين وهذا راه بابانا احنا نحترموه هذا راه بابانا وحنا نحترموه قدام لي زوروبيا يا واد الحمار تعايروا في الرجال ربي يحفظكم وش نقول لكم هذو ناس اسقط تسمعوا لهم خاطش عليه يبغوا الفاشل يشكروا الفاشل بطريقه غير مباشره يبغوا يدوروا الشعب الجزائري من اتجاه هاد الفاشلين بطريقه غير مباشره وهما ربي راه يكشف فيهم هادو ربي يكشف فيهم يتكلموا كانوا يتكلموا حنا نديروا حنا نديروا حنا نديروا جات ليبيا ربحتهم
تبهدلات على ليبيا، اول انطلاقه ليبيا. الله يجعلك ماشي الكوب دي موند، الله يجعل كاليفورنيا الكوب دافري. مازال المهازل، مازال البطوله تنطلق ونشوفوا المهازل كبار من عند هذا رئيس اتحاديه والمستشار تاعو والناس اللي يعاونوا فيه اللي كانوا اللي راهم يخدموا معاه في بارادو. المسيرين اللي في بارادو هما اللي يمشوا الفوتبال في الجزائر. والثاني يفهمني وربي يحفظكم وصحيتو وتصبحوا بخير.